السلام عليكم. الفيديو هذا درناه في سياق حملة ذات منفعة عامة. منفعتنا التي نرجوها من هذا الفيديو هي وعي والتوعية، وخاصة للناس اللي لا حول ولا قوة لهم، وله خص نص الجماعة اللي راه تنادي بزاف مدنية ماشي عسكرية. ماذا بكم تبارطاجيو لهذا الفيديو وتوصلوه للناس اللي راه تنادي بمدنية ماشي عسكرية. ترفضون الباءات وفي نفس الوقت تقولون مدنية ماشي عسكرية، وهذا الشعار معناه أن الجيش هو من يسير الأمور وليس الباءات، وإلا لما قلتم مدنية ماشي عسكرية، فيما أنكم تعلمون بأنها تسير عسكرية وبأن الباءات لا حول لها ولا قوة. لماذا ترفضون الانتخابات بحجة الباءات؟ هل الجيش الذي يسير كل هذه الأمور حسب شعاركم مدنية ماشي عسكرية سيسمح للباءات بتزوير الانتخابات على مقاسهم؟ إنه تناقض. أفطنوا شوي برك، أفطنوا شوي برك. هذا الكلام الرائع والراقي والواعي والمختصر والمفيد للأمانة الإعلامية للإعلامي فيصل كرشوش، بارك الله فيه.